أزمة حذروا منها مرارا وكشفوا خطورتها تكرارا، ووصفوها بالقنبلة الموقوتة ورأوا فيها نهاية مألوفة تم غض الطرف عنها قصدا أو سهوا لسنوات عديدة، فتفاقمت وتعمقت واشتدت صعوبة حلها. إنها مشكلة العشوائيات التي كان يأمل أكثر المتفائلين ألا تسفر عن نهايات مأساوية لآلاف من المصريين، ولكن جاء الحل وتحولت تلك الأزمة إلى شهادة تقدم وازدهار. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات، وتتكلموا على العدالة الاجتماعية، ناس مرمية كده ويصوروه في التلفزيون ويقول لك شايف المناطق، شايف مصر فين الحكومة؟ فين الدولة المصرية؟ بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. فعلى مدار سنوات عديدة للقضاء على مشكلة العشوائيات إيمانا منها بحق كل مصري في حياة كريمة سكنيا وتعليميا وصحيا ورياضيا، فتحملت واجبها وبدأت خطتها الموسعة للقضاء على تلك العشوائيات والمناطق غير الآمنة بأنحاء الجمهورية كافة. واتخذت الدولة مراحل عدة من أجل إنقاذ أرواح المواطنين، فبدأت أولاً بحصر المواطنين الموجودين بالعشوائيات، ثم نقلهم إلى مساكن بديلة وبناء وحدات سكنية متميزة لهم وتسكينهم في مسكنهم الجديد الكامل التشطيب وتجهيز، أمر لم تنظر الدولة إليه كعبء اقتصادي عليها بقدر ما وجدت فيه التزاماً منها بتوفير حياة كريمة للمواطنين. واعتمدت الدولة نموذجاً هو الأكثر تميزاً عالمياً في تنفيذ الوحدات السكنية، فتم إنشاء مناطق سكنية جديدة مكتملة الجوانب من نوادٍ رياضية وحضانات ومستشفيات ومساجد وكنائس وأقسام شرطة ومدارس، لتكون قابلة للعيش بها فوراً من أجل خلق جيل جديد يعرف جيداً معنى التحضر والازدهار. تغلب الدولة على أزمة العشوائيات لم يكن أمراً سهلاً ولا وليد اللحظة، ولكنه كان نتيجة دراسة وتخطيط وتنفيذ في زمن قياسي، فضلاً عن رغبة حقيقية من الدولة في إنهاء تلك الأزمة التي كبدت العديد من الخسائر على مدار سنوات عديدة، فجاءت بأحياء الأسمرات بالقاهرة وغيط العنب بالإسكندرية وإنشاء المدن الجديدة وإحداث تنمية حقيقية بمحافظات الصعيد ومنازل سكنية لمواطني شمال سيناء وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية، فأصبحت شهادة ثقة وتقدير للدولة المصرية ونموذجاً يحتذى به للعديد من دول العالم.